بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالشابتر نيميرو 5 اللي يحكي عن برونشمون دي موليسك، يعني فرع الرخاويات. جينيراليتي يعني نظرة عامة، صحة جينيراليتي. عموما تعد المفصليات هذه تعد من رخاويات بحيث المفصلية بعد عموما يقول لك أبري، يعني وش راه قال أبري نظر تو برود، يعني بعد المفصليات تعد الرخاويات أكبر فرع للمملكة الحيوانية، حيث يوجد أكثر من 100,000 نوع و35,000 نوع متحجر، وهي مجموعة متنوعة للغاية مع أشكال مختلفة مثل الكيتونات، بلح البحر، القواعق، الأخطبوطات. يتكون النموذج الأصلي للرخاويات من 4 أجزاء. وش نلقاو فيه؟ نلقاو الرأس والقدم العضلي والكتلة الحشوية والوشاح الذي يفرز القشرة ويحد من تجويف البرونسي للوشاح، عبارة عن تكامل يفرز تكوينات الحجر الجيري. والراديولا هي بنية شيتينية الخياشم على شكل خيط مشطي، صح. الاناتومي نتاعو التشريح نتاعو، نلقاو لا كورب يقول لك الجسد غير مجزأ ويمكن تغيير التناظر الثنائي الاولي بشكل ثنائي عن طريق الالتواء. التوب ديجاستيف نتاعو جي بسيط. لا بوش نتاعو الفم نتاعو قال لك يحتوي الفم على فكي الكيتين وراديولا. لاباراي سيركيلاتوار يعني الجهاز الدوري او تاع الاخرى مفتوح اوفر. لو سيستيم نيرفو نتاعو الجهاز العصبي يتكون من عصابة المريء، عدة ازواج من العقد، زوج من الحبال التي تعصب القدم، وحلقات بالوي وعلى بالوي ومعطف والكتلة الحشوية. ليكولوجي يقول لك البيئة، تعيش الرخاويات في البيئات المائية أو الرطبة، يعني أكواتيك في أمي يعني أون جينيرال. معظمها البحرية. كل الرخاويات وحيدة اللون، عديدة الأصناف، أصداف رأسيات الأرجل، أصداف نابية، صح. بعض الجماعات استعمرت المياه العذبة مثل بطنيات الأقدم الأقدام وذوات المصراعين، والمجال وكاينه منها اللي قعدت في المجال الارضي منها بطنيات الاقدام. يمكن ان تكون عاشبات مثل بطنيات الاقدام، هذه تكون عاشبات او اكلت اللحوم اي من صحة. لا ريبروديكسيون تاعو التكاثر تاعو يقول لك تكاثر الرخاويات قاعده عامه هي مفصله الجنسين، غالبا ما يكون التخصيب خارجي ولكن قد يكون داخلي في بعض رأسيات الأرجل. الإناث في معظم الأحيان بيضة. اليرقة هي حاملة العجل، خلال التطور تصبح اليرقة حاملة الغشاء ثم بالغة التطور مباشرة في بطنية الأقدام الأرضية ورأسيات الأرجل. دوك حكينا بنظرة عامة على الموليسك، دوك ندخلو في الموليسك هذا نحكيو على الكلاس A وهو مونو بلاكو فور وحيدات اللوح، صح. الاناتومي لوكوكي يعني القشرة لها شكل شبيه بالرأس المنحني للأمام. لوبيد نتاعها يتم توفير قدم دائرية مع هامش وتحيط بالكامل تجويف بالوي. إليكزيت تويست بير يعني هنالك 8 أزواج من الكامشات العضلية للقدم، صح. 5 إلى 6 بير دو برونشي يعني يتم ترتيب 5 إلى 6 أزواج من الخواشم بشكل تناظر في التجويف البرونسي. 6 بير نيفريدي يعني 2 أزواج من الغدد التناسلية الأخرى، نيفريدي مفتوحة في قاعدة كل خيشومة. 2 بير دو جنولاد جوناد يعني هناك 2 أزواج من الغدد التناسلية. لابوش نتاعو يقولك الفم محاط بشفة عليا وشفة سفلية. الراديولا نتاعو تحتوي على صفوف الأسنان. الكويلام
صح، تجويف يحتوي تجويف على 2 تجويف تامور و2 تجويف تناسلية و1 تجويف ضحي. هذا الكلاس نيميرو. انا هور الكلاس نيميرو 2 وهو بولي بلاكو 4، يعني عديدات الاصداف. الاناتومي نتاعو علم التشريح، لا كورب نتاعو قالك الجسم يكون الونجي يعني ممدد، ايابلاتي يعني مفلطح من ظهر والبطن، مع رأس مخفض ليس له عيون ولا مخالب، القدم واسعة وتحتل كامل السطح البطني للجسم. المونطون تاعو المعطف نتاعو ولا حاجة يتغطى بها معطف سميك يحيط بالجسم تماما ويدعم غلافا مقوم من 8 ألواح من الحجر الجيلي يتداخل جزئيا مع بعضها البعض. صح، شجيرات جيلية. هذا المونطون قال لك يفرش شجيرات جيلية. يحتوي التجويف الفقري على شكل الميزاب حول القدم على العديد من أزواج الخشب. يفتح الفم بطنيا في وسط القرص الفم مع راديولا. صح، يقول لك أنه يحيط المعدة من قبل 2 من الغدد الهضمية في صفة عامة. يعني ما صح ورانا صح الجهاز العصبي تاعو لا براي اولا ورانا الكافي دي كويلام صح. يتم تقليل التجويف الاعضاء التناسليه في الجفرة. يتكون جهاز الاخراج اكسكريتير هذا نتاعو من 2 نفريدي، ثاني للسيستم نيرفو يعني الجهاز العصبي لديه تركيزة العقد الأمامية في عباءة، يتم فصل الجنسين والإخصاب هو خارجي، لا يوجد سوى واحد من الغدد التناسلية الوسطى. هذا الكلاس نيميرو 2. الكلاس نيميرو 3 هو سكافو بوت يعني أصداف نابية. الأناتومي نتاعو المونطون تاعها مباشر نحكي عليه، يندمج المعطف في أنبوب ذو فتحتين، فتحة أمامية تظهر من خلاله القدم والمجسمات وفتحة خلفية تخترق مرور الماء في التجويف الحنكي. البيد نتاعو يقول لك وينتهي القدم البطني والأسطواني في حافة مقلوبة محاطة بطوق يتكون من الفصوص الجانبية. لاتيت نتاعو قالك الرأس صغير جدا وخالي من العينين. لابوش نتاعو قالك الفم نتاعو يتم تأطير الفم بنخيل الفم وفصين، يحمل العديد من المجسمات بأزرار لاصقة تفرز مخاطا تلصق في الكائنات الدقيقة ببعضها البعض. لابول بيكال يعني لابول بيكال يعني يحمل المصباح الفمي الراديولا. السيستم سيركيلاتوار يعني نظام الدورة الدموية خالي من القلب، ويتم الاحتفاظ بالدم في الدورة الدموية من خلال حركة التمدد والانسحاب من الفم. لابرونشي يعني الخواشم غائبة يابسو، يتم التنفس بواسطة سطح مهدب من المعطف. لاباراي اكسكريتير يعني جهاز الاخراج، يتكون من كليتين مفتوحتين في التجويف البالوي. صح، يقول لك يتم هما في الروبروديكس يقول لك يتم فصل الجنسين وهناك فقط واحد من الغدد التناسليه. التخصيب نتاعو يكون في كونداسو اكستر خارجي. مراحل اليريقات يعني الاصطاد يعني لار بير يقول لك حاملة العجل وحاملة الغشاء موجودة. هذا الكلاس نيميرو 3. روحوا لكلاس نيميرو 4 هو جاستيرو بود. جاستيرو بود ربعة جاستيرو بود ليكولوجي نتاعو بطنيات القدم. ليكولوجي نتاعها علم البيئة، يعني هي أكبر فئة من الرخويات، فيها 100,000 نوع ومناسبة لجميع البيئات البحرية. توجد في المياه العذبة في البيئة والبيئة. معظم أنواع الكائنات البحرية قاعدية، ولكن بعضها تبني أسلوبا قاعدا للحياة. على الرغم من أن غالبية بطنيات القدم تفضل الموائل الرطبة، إلا أنها وحدت أنها تقدر تتكيف مع البيئات الدافئة والجافة وحتى في ظروف صحراوية.
هناك أيضا بعض الأشكال الطفيلية في المجموعة. بطنيات الأقدام هي حيوانات أعشاب أو مفترسات أو حتى حيوانات كاسحة. الأناتومي نتاعو كي نعود نديرو علم التشريح، عندنا لا تورسيو دو لا ماس فيسكيرال ا 180، يعني التواء في الكتلة الحشوية عند 180 درجة في مرحلة دقيقة من التطور. هذا الالتواء له تأثير إعادة تجويف البائس والتركيبات الخاصة به. عنده اثنين محرك في فتحة الشرج إلى الأمام، فتحة الشرج إلى الفم أمام الأمام وهي قريبة من الفم. ثاني عبور السلسلة العصبية في قالك أونويت في 8. تحدث ظاهرة الالتواء أثناء تطوير مرحلة اليرقات حاملة الغشاء. صح سببها صح. معنا لاتيت الرأس نتاعو متباينة بشكل جيد وعدم ما تكون مع مخالب وعيون. البيد نتاعو يقولك يتم تسطيح القدم في شكل وحيد يستخدم الزحف. لاماس فيسكيرال يعني الكتلة الحشوية هي جرح حلزوني ومحمية من قبل قذيفة غير عاكسة حلزونية. لا ريسبيراسيو يعني التنفس يكون عن طريق الخواشم أو الرئة أو من خلال الدبش. لا باراي سيركيلاتوار يعني نظام الدورة يتم نظام الدورة الدموية بشكل جيد. القلب بواسطة القلب والوعاء الظهراني الشرايين ويتم تخفيض التجويف ثم تطوير الجهاز العصبي بشكل جيد. لا روبريديكسيون تاعو التكاثر صح عفوا لو سيستيم نيرفون تاعو قبل ما نكملو يقول لك الجهاز العصبي يكون بشكل جيد مع العقد الدماغيه والشفويه ودواسه والحشوه. لا روبريديكسيون تاعو التكاثر في بطنيات الارجل لديها جنس منفصل وهي مخنه او هي مخنثات يعني هرموفروديت. الغدة التناسلية هي فريدة من نوعها في الرخاوية الأولية. التخصيب يكون إكستان أي خارجي، إنها داخلية في أشكال أكثر تقدم. صح صح ما صح. نروحوا لكلاس 5 بيفالف هذه ذوات الصدفتين. ليكولوجي تمثل ذوات الصدفتين أكبر فئة من الرخاويات بعد بطنية الأقدام مع وجود يعني حوالي 10,000 نوع حالي وعدة آلاف من أشكال الأحافير. المجموعة بشكل رئيسي بحرية مع بعض الممثلين. التكيف مع الحياة في أن تقدر تعيش في المياه العذبة. تعد ذوات الصدفتين في الغالب من أنواع مستقرة وغير المستقرة، وهي عبارة عن ميكروبات مصفات تتغذى على الجسيمات يولدها مجرى الاستنشاق إلى الفم. الغذاء في الغالب هو العوالق والعوالق الباقية بالإضافة إلى الماء. الاناتومي نتاعها علم التشريح. الجسم يكون متناظر يعني بيلاترال سيمتري بيلاترال مضغوط افقيا يعني كومبريمي لاترال محاط بالكامل بالمعطف الذي ينقسم الى فصين جانبين يفرزان غلاف ثنائي الصمام. يتم تفصيل الصمامات بواسطة مفصل وينظم الى رباط مرن افقي وجلدي. تميل العضلات المقربة الأمامية والخلفية إلى أغلاق الصدفة. يكون الرأس غائبا أو مخفيا إلى الفم وهو خالي من الراديولا والمصباح الفموي ولكن مجهز باللامسة الشفوية. التجويف البرونسي كبير ويحتوي على خيشمين رقيقين متناظرين. يتم ضغط القدم أفقيا ومناسبة للتنقل في الرمال والطين. صح. زوج الخواشم يمكن أن يطوى كل منهما لتشكيل ورقتين. صح. الخياشم دورها التنفس. تلعب أيضا دور عملية تصفية جزيئات الطعام. يتم التقاط الطعام من الإفرازات المخاطية للرموشور الخيشومية. الجهاز الهضمي نتاعو لاباراي نتاعو الجهاز الهضمي يشمل الفم وتحيط به النخالة الشفوية والمريء. ثاني والمعدة في بعض الأحيان. صح. جهاز الدوري غير مكتمل ويتضمن القلب في التامر واثنين من الأبهر.
يتكون نظام الإخراج يعني من كليتين مفتوحتين في منطقة التعمر. صح، التجويف الرخويات يتبع النظام العصبي في النمط العام من الرخويات. صح، لا رب ريديكسيون تاعو التكاثر غالبا ما يتم فصل الجنسين، يعني سيباري السكسي سيباري، باستثناء بعض الانواع الخنثى هرموفروديت. عادة ما يكون تخصيب خارجي يعني اكسترن، ويتم في بعض الاحيان في التجويف الفقري حيث يتم احضار الحيوانات المنوية بواسطة تيار الماء. في معظم انواع الحيوانات المياه في معظم انواع المياه العذبة تحدث حضانة اليرقات داخل الخياشم والميرسيم الخيشومي في أشكال بحرية، والتنمية عادة ما تنطوي على مراحل حاملة طائرة وحاملة الغشاء. روحوا لكلاس نيميرو 6 وهو سيفالو بوت، يعني رأسيات الأرجل، علم التشريح الأناتومي. للتنتاكول بري هونسيل، يعني المخالب آخذة تشكلت من الجزء الأمامي من القدم. السيفون نتاعو عبارة عن قمع عضلي يتكون من اثنين من جرح في الفص ويتشكل من الجزء الخلفي من القدم. السيستم سيركيلاتوار يكون مغلق اغلاق نظام الدورة الدموية. الجهاز العصبي المركزي تاع السيستم نيرفو يعني الدماغ تحميها كبسولة غضروفية. لابوش ورانا لابوش أونكور يعني جيب حبر يخزن سائلا داكنا يتم إجلاءه عندما يشعر الحيوان بالتهديد. لاباك دو بيروكي يعني منقار الببغاء، قطعتين على شكل منقار الفك السفلي. لارب ريدكسيو تكاثر نتاعو في رأسيات الأرجل يتم فصل الجنسين. يتم نقل رهاب المني التي ينتجها الذكور من قبل اللوامس المتخصصة في التجويف الفقري الأنثوي وتتطور مباشر، وهذا هو القول دون مرحلة اليرقات. صح، هذا وش كاين في الشابتر 5. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.